عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات السياحية بأسوان، وركزت الجلسة على الحوار الوطني كطريق نحو الجمهورية الجديدة، وبحضور عدد من ممثلي الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورجال الأعمال بأسوان. ناقشت جلسة التنسيقية سبل تعزيز الحرية السياسية وكيفية تطوير العمل الخاص بصناعة السياحة والحفاظ على مكتسباتها في ظل ارتفاع معدلات السياحة في أسوان وتزايد الليالي السياحية في الفنادق الثابتة والعائمة، خاصة العاملة ما بين أسوان والأقصر. الغرض هو معرفة توصياتهم في أهم يعني الحلول من وجهة نظرهم للتحديات اللي بتواجههم وبتواجه أسوان في ملف السياحة وملف الاستثمار كذلك. النهاردة هو اليوم الثالث لجولتنا في محافظة أسوان، الثالث والأخير. بدأنا أول أمس بلقاء أهالينا في النوبة، وامبارح التقينا ممثلي وقيادات قبيلتي العبادة والبشرية في حلايب وشلاتين. النهاردة بنلتقي هنا مجموعة المستثمرين ومتخصصي السياحة علشان نسمع آرائهم ونرفع توصياتهم للجان الحوار الوطني. تناولنا بعض الموضوعات المهمة جدا للشارع الأسواني عموما وفي قطاع السياحة خصوصا، واستعرضنا بعض النقاط المهمة اللي هيدور عليها الحوار أو دار عليها الحوار في خلال الفترة الماضية من خلال المشكلات اللي قابلتنا والمعوقات اللي بتقابل المجال، وطرح الحلول المناسبة ووضع الحلول المناسبة ليها.